ازاي يا شباب؟ الناس اللي بتجهز نفسها لامتحان السي سي اي بيبقى عندها اسئله كتير، زي هو شكل الامتحان عامل ازاي؟ هي لما بتيجي في الامتحان شكلها عامل ازاي؟ طب الضرب اللي هي الاسئله المتوقعه بتاعت الامتحان دي اجيبها منين؟ وازاي اتاكد ان الضرب ده فاليد وانه ابديت الحديث يعني مش حاجه قديمه؟ واللابات نفسها احلها ازاي؟ اتعامل مع اللاب نفسه ازاي؟ يعني لما بنشوف اللابات بيجي لك احساس من الاثنين، يا اما ما انتش فاهم اي حاجه في اي حاجه خالص والدنيا بايظه خالص وده الاحساس الاغلب، يا اما انت فاهم بس هي فيها فين التريكه؟ فين الحته اللي هو لافف فيها؟ لانه في اللاب لازم بيديك كده تريكه في النص، طب هي التريكه فين؟ تبقى مقلق هي التريكه فين؟ فاحنا هنا في سلسله الفيديوهات دي هنعمل سلسله فيديوهات صغيره كده وهنحطها في البلاي ليست لوحدها على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. هنجاوب على كل الاسئله دي ومش كده وبس، هنشوف كمان اللابات دي هنحلهم لاب لاب ونشوف التريكات في كل لاب ماشيه ازاي، ومش كده وبس هعمل لك برضه كمان فيديو انت ازاي تحجز لنفسك الامتحان، ازاي تجيب خصم على الامتحان. كل الاسئله دي هنجاوبها في سلسله الفيديوهات المتعلقه بالسي سي ان اي اكزام، وزي ما قلت لكم حاطين لكم بلاي ليست على الشانل بتاعتنا لو انت عايز تتابع بقيه الفيديوهات. نشوفك في الفيديو اللي جاي، هنبدا في الفيديو اللي جاي مع شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي. نشوفكم في الفيديو اللي جاي.